مركبات نقل البضائع وحافلات نقل المسافرين التي نراها يوميا في الطرقات العامة بولاية تيزي وزو ما يقارب 26% من حوادث المرور، كون أن السائقين لا يقدرون حجم خطورة الوضع على أرواحهم وأرواح غيرهم. المزيد في ميكروفون صفية إبرودان. السنة الجارية 265 حادث مرور، كان فيها نسبة هذه الفئة 71 حادث بنسبة 26%. حوادث المرور اللي تسبب فيها فئة سواق مستعملي سواق مركبات النقل البضائع ونقل المسافرين دقت ناقود ان ناقوس الخطر باش نديروا هذه الحملة التحسيسية الوقائية. راني نشوف الطرقات كاين بعض السياق تاع الشاحنات ما يحترموش القانون في الطرقات، ولهذا دائما نشوفوا لي زاكسيدو في الطريق، سورتو لي سيمي في الطريق يحضروا بزاف الشاحنات صغار، يدوبليك هكذا يجبد ديريكت الدروات عليك، وما لحقش فرانات يطيق يضربك. ها كيف حوادث المرور اللي تصير، كاين حالات كاين مثال تكون تمشي سما يخرج لك جمل، هذا رمل، هذا كاين عيبه ثاني يسوقوا برك، ماشي قال كاين، ماشي بني ادم خطائين، ايه كيما يقولوا نعاس، كاين منها نعاس، كاين فيها حالات بزاف.